يسعدني وشرفني ان انا النهارده ابدا ملتقى الشباب وصالون الشباب الاول من ضمن انشطه اللجنه. اللجنه هي لجنه حديثه في المجلس الاعلى للثقافه في الدوره الاولى بالنسبه لنا. عملنا انشطه كثيره ولينا يعني الحمد لله بعض الاسهامات كده للشباب. عملنا من ضمن الانشطه كانت مهرجان شخصيه مصر، وهو من الانشطه المهمه جدا ومن اهم الحاجات اللي احنا قمنا بيها في اللجنه، وزميل مصطفى يوسف هو كان اللي مشرفنا، هو كان الحقيقه المتولي بشكل كبير جدا التعاون والتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه، لان المهرجان ده كان بالتعاون ما بين لجنه الشباب باسم وزاره الثقافه وما بين وزاره الشباب والرياضه. النهارده هنناقش ان شاء الله حفل توقيع وندوه لكتاب مدخل الى نقد الموسيقى العربيه للزميل والصديق العزيز الدكتور اشرف عبد الرحمن. احب احكي لكم كده حاجه ببساطه يعني عن سلسله عالم الموسيقى، وده تاني اصدار للسلسله. شفت ان في كتب كتيره معموله في هيئه اصول الثقافه في اداره النشر تقريبا في كل الفنون، وفي حاجات غير الفنون كمان، ومهتمين جدا بالانشطه واداره النشر من انشط الادارات الحقيقه في هيئه اصول الثقافه. للاسف اني ما لقيتش كتب خالص عن الموسيقى الا قله قليله كده بتتمحك في سلاسل اخرى فتقدمت للاستاذ سعد عبد الرحمن رئيس هيئه اصول الثقافه الاسبق، وقلت له ان انا كان نفسي ان يبقى في سلسله للموسيقى في الحياه، فقال لي طب اكتبي الفكره، وعرضت عليه الفكره مكتوبه وقال لي اعملي استراتيجيه للخطه بتاعه السلسله، وعملت لها اسم عالم الموسيقى، وشرفت بان هو حاطيني انا رئيس تحرير السلسله. وطلعنا طبعا واجهتنا شويه تعقبات وتاخرنا شويه في اول اصدار، كان المفروض اول اصدار لينا يكون في 1/6/2014، لكن للاسف تقفيل الميزانيه على ان هو ساب الهيئه وجي ناس ثانيين مسكوا الهيئه، اتاخرنا شويه، لكن الحمد لله في اخر ديسمبر 2014 طلعنا اول كتاب في السلسله، وكان كتاب قيم جدا الحقيقه للاستاذ العزيز الدكتور احمد يوسف الطويل بعنوان الموسيقى القبطيه والموسيقى اليهوديه في احضان النيل. وده ثاني اصدار للدكتور اشرف عبد الرحمن بعنوان مدخل الموسيقى نقد الموسيقى العربيه. وصالون الشباب الحقيقه هيقدم ان شاء الله يوم 10 مارس، هيبقى كل اسبوعين كل ثلاث بعد اسبوعين. والندوه اللي جايه ان شاء الله هتبقى مخاطر داعش وسر استقطاب الشباب الاوروبي، هيناقش فيها الدكتور رفعت سعيد احمد واللواء خالد عكاشه والاستاذ عبد الستار فتيحه. ان شاء الله نتمنى تشرفونا، هيبقى كل اسبوعين هنا، دي من ضمن انشطه لجنه الشباب الساعه 7 مساء. هنعرف طبعا الكاتب الدكتور اشرف عبد الرحمن، مواليد اول يناير 72، حصل على درجه الدكتوراه في فلسفه ونقد الفنون من اكاديميه الفنون عام 2011، حصل على الماجستير في النقد الموسيقي باكاديميه الفنون عام 2006، دراسات عليا في نقد الفنون عام 2003 من المعهد العالي للنقد الفني، بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربيه باكاديميه الفنون قسم الغناء عام 1999، بكالوريوس اداره في اداره الاعمال عام 94، دبلوم في الخط العربي والزخارف الاسلاميه عام 91، شارك في العديد من المهرجانات الموسيقيه منها مهرجان الموسيقى العربيه في دورته ال 22 عام 2014 ببحث دور الاغنيه في مواجهه العنف والتطرف في مصر. شارك كناقد موسيقي الكتابات النقديه بدوريه مجله مهرجان الموسيقى العربيه بالقاهره عام 2013، قدم العديد من الابحاث الموسيقيه الدوليه بالمانيا، مدرس بالمعهد العالي للموسيقى العربيه باكاديميه الفنون ومحاضر بمعهد الكونسرفاتوار وبمعهد النقد الفني، شارك في الاذاعه المصريه كضيف دائم بالعديد من البرامج الفنيه باذاعه البرنامج العام والشباب والرياضه وصوت العرب والبرنامج الثقافي، ومن هذه البرامج برنامج اشعار على الاوتار باذاعه صوت العرب، تقديم الاعلامي الكبير احمد مجدي، ومشاركه الفنان الموجي الصغير والناقد الادبي دكتور ملحق الجيار والشاعر الغنائي شير عياد لتحليل القصائد الغنائيه شعرا وموسيقى. عمل بالمجال الاعلامي التلفزيوني بالرقابه والتقييم والتطوير البرامجي لسنوات عديده بالكثير من القنوات الفضائيه الخاصه منها رقيبا للبرامج منذ عام 97 براديو وتلفزيون العرب وحتى 2004، نائبا لمدير الرقابه والمتابعه البرامجيه بقنوات دريم الفضائيه، مدير الرقابه والمتابعه والتقييم البرامجي بقنوات ام تي في، مستشارا اعلاميا للتقييم والتطوير البرامجي بقنوات صدى البلد.
عمل رقيباً لأهم البرامج التلفزيونية على مدار 10 سنوات متواصلة مثل برنامج الحقيقة للإعلامي وائل إبراشي، برنامج حوار ساخن جداً للإعلامية منى الحسيني، برنامج في الممنوع للإعلامي المرحوم مجدي مهنا، برنامج من أول سطر للإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج آخر بآخر كلام للإعلامي يسري فودة، رئيس تحرير برنامج عمالقة النغم تقديم الدكتور أنور منسي بإذاعة الصين الدولية والموجهة لمنطقة شرق آسيا لنشر الثقافة الموسيقية العربية، عضو بلجنة تقييم الأصوات والمواهب الغنائية للمعاهد والجامعات المصرية بوزارة التعليم العالي. الحقيقة يعني أنا بيسعدني وشرفني جدا أن أنا أقدم الزميل والصديق العزيز دكتور أشرف عبد الرحمن، وهو يعني زي ما احنا شايفين ما شاء الله سيرة ذاتية مشرفة وحاجة يعني رائعة، والكتاب أعتقد أنه هو إضافة حقيقية للنقد الموسيقي في مصر ولنقد الموسيقى العربية على وجه الخصوص. ويتفضل دكتور أشرف طبعا يعرفنا بالكتاب. طبعا بشكر دكتورة رانيا على تقديمها وعلى مجهودها الكبير جدا في إخراج هذا الكتاب للنور. والحقيقة دكتورة رانيا من يعني رئيس تحرير نشط جدا، وفي الحقيقة لولاها ما كانش الكتاب ده طلع يعني أو انطبع. وهي دايما يعني طبعا بالإضافة إلى فنها وعملها بالنقد الفني، فهي كانت حاسة بقيمة هذا الكتاب ودائما كانت تقول لي لازم نعمل كتاب عن النقد. هذا الكتاب أنا لما درست في معهد الموسيقى العربية درست قسم غناء، وبعد كده دخلت المعهد العالي للنقد الفني. وطبعا أنا دلوقتي برحب بأساتذتي اللي أنا تعلمت على أيديهم، الأستاذ الدكتور زين نصار طبعا، والدكتور فتحي التميسي، والدكتور علاء، وطبعا يعني الأستاذة الكبيرة الدكتورة هدى. فأنا هم دول اللي تعلمت على أيديهم سنوات طويلة في الموسيقى العربية. بالنسبة للنقد، هذا الكتاب مدخل إلى نقد الموسيقى العربية. أنا وجدت فراغ كبير جدا في مجال الأبحاث النقدية، وما لقيتش بصراحة كتاب بيتناول كيفية نقد الأغنية العربية. لما درست مع النقد لقيت أن معظم الدراسات، طبعا الدكتور زين كان له كتابات كثيرة جدا في دراسات نقدية وتحليل أغاني وتحليل حتى أعمال غربية، ولكن ما لقيتش موجود كتاب يتناول أو يعلم دارسي النقد أو الطلبة في معهد النقد إزاي ينقد أغنية. فحسيت أن معظم الدراسة في معهد النقد قسم النقد الموسيقي أقرب إلى التاريخ. وطبعا ما كانش موجود يعني قبل كده أن فيه مثلا منهج علمي أو أسلوب لكيفية النقد للأغنية، ولكن كان فيه أساليب أخرى في نقد الموسيقى العربية. والدكتور زين نصار استخدم بعض يعني في الماجستير استخدم أسلوب اسمه جون وايت في التحليل، والدكتورة زميلة نهد عبد الحميد استخدمت أسلوب جديد أدخلته اسمه جون لاري في التحليل، وإحنا غالبياً بنستخدم حاجة اسمها أسلوب يعني الوصفي أو تحليل المحتوى. فوجدت أن هذه الأساليب هي كويسة جداً بالنسبة للتخصص الدقيق قسم غناء، فبيدرس أسلوب الأداء الغنائي عند فلان، فما بيبصش للعناصر الأخرى زي اللحن زي الآلات المستخدمة. بالنسبة لقسم الغناء هو بيدرس أسلوب الغناء عند عبد الحليم حافظ، فخلاص هو متصب على جزئية معينة داخل العمل الغنائي، سواء لو قسم غناء بينصب على أسلوب الأداء الغنائي، لو قسم مثلا تأليف ممكن ينصب على المؤلف الموسيقي، لو قسم إعلام بينصب على الآلة الموسيقية. فالأسلوب الوصفي اللي هو كان مستخدم أسلوب كويس جدا بالنسبة للتخصص اللي هو الفرع أو التخصص من تخصصات الموسيقى العربية. إنما المنهج الأشمل واللي بيديني نتائج شاملة تجمع كل هذه العناصر من كلمات ولحن وغناء، ده ما كانش موجود. فأنا من خلال دراستي في معهد النقد الفني لقيت في النقد الأدبي أكثر من 70 منهج تحليل، وإحنا عندنا في الموسيقى العربية كل اللي موجودين لم يتعدوا 4 مناهج مستدامة. وجدت أن المنهج البنيوية هو المنهج الذي يمكن تطبيقه في الأغنية العربية، خاصة أن منهج البنيوية بيرتبط أو بيتعلق بأن العمل الفني عبارة عن بنيات، وإحنا عندنا قالب التقطوع عبارة عن بناء، مذهب قبلي،
مذهب وده اللي انا هشرحه بشكل عام دلوقتي. قبل ما ادخل في البنيويه، في النقد الموسيقي لم يتم تحديد مكانه في العمليه الابداعيه. يعني احنا عندنا مثلا نظريه اسمها نظريه الاتصال والسيمولوجيا. نظريه الاتصال ملخصها بيقول ان في مرسل وفي رساله وفي مستقبل. دي نظريه الاتصال. انا اخذت هذه النظريه وادخلتها في الموسيقى. هي طبعا ده جديد، يعني ما فيش حد يعني تكلم عن مكان الناقد ودوره في العمليه الابداعيه. انا قلت لازم احدد مكان الناقد هو فين بالنسبه للعمل الابداعي، واخذت نظريه الاتصال وعملت منها نظريه الاتصال في الموسيقى. ممكن ترفع الموسيقى العربيه والموسيقى الغربيه ايضا، ولكن انا هنا مطبقها على الموسيقى العربيه باعتبار ان الموسيقى العربيه بتاعتنا موسيقى غنائيه. انا قلت المرسل ده اللي هو الفنان، الرساله اللي هو العمل الغنائي، المرسل اليه اللي هو المطلق. وقلت ان المرسل ليس شخص واحد فقط، ليس فنان. العمل الموسيقي عمل معقد، ده فيه شاعر وفي ملحن وفي موزع وفي عازف عازفين وفي مطرب. فقلت ان العمل الفني اللي بيقوم بعمليه الرساله مجموعه من الفنانين، كل فنان فيهم لديه رساله خاصه به، سميتها الرساله الطبعيه. وده موجود بالتفصيل في الكتاب. يعني الشاعر رسالته الكلمه، الملحن رسالته النغمه، كل واحد له رساله خاصه به هو بيعبر عن الشيء اللي جواه من خلال اللغه اللي هو بتاعته. الشاعر الكلمه، الملحن النغمه، وكذلك المطرب صوته وأداءه الغنائي. فهذه الرسالة الفرعية عندما تتجمع مع بعضها البعض تكون في النهاية رسالة كلية اللي هي العمل الغنائي. العمل الغنائي دخلت جواه، قلت في عناصر في العمل الغنائي اللي هو فيه عندنا كلمة وعندنا لحن. على الإيقاع وعندنا أداء غنائي. طب المتلقي، المتلقي عندنا مستويات من التلقي. في ناس بتحب الأغنية أو بتحب الموسيقى بس بيسمع طيور زي ما بيقولوا، يسمع مرة بالأغنية لمرة وانتهى الموضوع. ده نسميه متذوق، وده أول درجة من درجات التذوق. في درجة تانية أعلى من درجة التذوق، المستمتع. المستمتع ده اللي هو بيعاود مرة واثنين وثلاثة، ده درجة أعلى من التذوق. في درجة أعلى من المستمتع وهو الناقد. الناقد، وهنا الناقد سواء ناقد موسيقى أو ناقد فني. من هنا بدأت تتضح لي من خلال هذه النظرية ونظرية الاتصال، لما تم إدخالها على الموسيقى بعناصرها المختلفة، اكتشفت إن هنا نستطيع تحديد مكان ودور الناقد في العملية الإبداعية. بالنسبة للمتلقي المرسل إليه وتقسيمه إلى متذوق ومستمتع وناقد، أنا دي مش أنا جبتها من كتاب للدكتور مصطفى يحيى. يعني دي مش من اختراعي حتة التقسيم درجة التذوق، وأنا استخدمت أكثر من يعني من نتائج الأبحاث أخرى جمعتها علشان أطلع منها نظرية اسمها علم الاتصال بالنسبة للموسيقى، ومن خلالها أطلع بدور الناقد. لو رسمنا بقى النظرية من جديد، هيبقى فنان، عمل غنائي، هيبقى متلقيين، منهم المتذوق ومنهم المستمتع ومنهم الناقد الموسيقي. الناقد الموسيقي دور إيه فينا في العملية الإبداعية؟ بيبص للعمل الغنائي، يقوم بالتحليل والتفسير والتقييم والتنظير. يعني في مراحل هيقوم بها الناقد الموسيقي لما يجي يحلل الأغنية، من خلال هيمسك اللحن، الكلمات الأول، لأن أنا عامل هنا في الموضوع هنا في علاقة العروض الشعري بالعروض الموسيقي، دي تفاصيل جوه النظرية، وفي اللحن طبعا، وفي الإيقاع، وفي الأداء الغنائي. يبقى على الناقد أن ينظر إلى كل هذه العناصر. المنهج الوصفي لا يستطيع أن يحلل كل هذه العناصر، بيحلل عنصر واحد أو بيركز في النهاية على عنصر واحد. المنهج البنيوي اللي هنشوفه بعد شوية هنشوفه إزاي هو أشمل وأعم بالنسبة لكيفية نقد الأغنية. طيب النقد الموسيقي لما بيقوم بتحليل وتفسير وتقييم وتنظير، في النهاية بيقوم أيضا بيدرس حياة الفنان
يعني ده المقلب الأكاديمي وبيشوف هذا الفنان ابداعات ايه، وفي النهاية بيخرج بعمل نقدي. هذا العمل النقدي بيقرأ كل من الفنان والجمهور اللي هو المتذوق والمستمتع، هو بنسميه في النظرية اسمه رجع الصدى، رجع الصدى للعمل الفني. ده من هنا تم وضع دور الناقد بشكل علمي من خلال نظرية معروفة وهي نظرية الاتصال، وده جديد بالنسبة لنا في الموسيقى ان حددت مهام الناقد ودوره. ندخل بقى في البنيوي. طبعا الرسالة الفنية بتاعتنا رسالة فيها عناصر متعددة. انا شبهت هذه الرسالة زي الساعة بالظبط اللي موجودة قدامنا دي، ساعة وفيها عقارب، العقرب بيتحرك من نقطة لأخرى، والعناصر بتاعت الأغنية نفسها هي عناصر متشكة مع بعضها ومتزامنة ومتناسقة بشكل يعني فائق، يعني ما ينفعش ان الإيقاع او الأداء الغنائي او اللحن ما ينفعش مطرب يدخل بدري او يدخل، يعني انا شبهتها بالساعة وحركة الساعة وشبهت الـ يعني الخطوات او العناصر اللي موجودة في الأغنية اللي هي من الكلمة واللحن في هذا الرسم ان هي المينا بتاعت الساعة خطوط وهمية، يعني الخط الكلمات وخط اللحن وخط الإيقاع وخط الغناء، وقلت ان عقرب الساعة لما بيتحرك بحركة منتظمة هو بالظبط مثل حركة المترونوم عندنا في الموسيقى اللي هو ضبط الإيقاع، فما بيتحرك واحد. هذه الحركة المنتظمة لما بينتقل من نقطة زي ما هو باين في الصورة كده، لو انتقل من نقطة في الكلمات إلى نقطة أخرى لابد تلقائي أنه ينتقل في اللحن وينتقل أيضا في الإيقاع وينتقل في الأداء الغنائي، كله بيتحرك بسيستم ومنظومة متزامنة شديدة جدا ومعقدة، عشان كده لازم تعمل بروفات كتيرة جدا علشان نضبط هذه العلاقة اللي هو علاقة هذه العناصر مع بعضها البعض. ده مثال افتراضي انا افترضته عشان اوضح مدى اهمية الترابط بين عناصر العمل الفني. احنا عندنا في التقطوع بنقول دايما قالب التقطوع عبارة عن مذهب وقبليه ومذهب ثم قبليه التاني وبعدين يرجع للمذهب مرة اخرى ثم قبليه تالت وبيعود المذهب في الاخر. ده البناء الهيكلي او الشكل المتفق عليه على قالب التقطوع. انا قلت طب ما احنا ندخل جوه المذهب ده نشوف فيه ايه وجوه القبلي ده نشوف فيه ايه، فخدت تقطوع مثلا زي والله من الزاي وقلت ان المذهب مثلا مع وهاب عمل لحن، عمل عباره عن بنيات، هو اللحن كله عباره عن بناء واي لحن غنائي عباره عن بناء في النهايه، ودي فكره البنيويه ان العمل الفني عموما هو عباره عن بنيات، هذه البنيات إذا تم تفكيكها وإعادة تركيبها من جديد نكتشف علاقات ونتائج جديدة. يعني ممكن ده التحليل بقى، التحليل البنيوي، إن إحنا لو فككنا العمل الغنائي ده هو لبنيات محددة هنقدر من خلال هذه البنيات إن إحنا نكتشف العلاقة ونكتشف مدى فكر الملحن، وده اللي أنا هغنيه دلوقتي معاكم وهنسمعه. عبد بيقول والله ما ناساني اللي سانيتون لو تعرفوا حالي كنتوا تواسون. انا افترضت دي ان جمله لحنيه عباره عن بناء عبد الوهاب عمرو سميتها جيم واحد، يعني جمله لحنيه غنائيه رقم واحد. وبعدين بيقول ايه والله ما ناساني والله ما نساني والله والله ما نساني والله. دي انا سميتها جمله لحنيه اتنين جيم اتنين. هنا عبد الوهاب في والله ما نساني عاد الجمله اكتر من مره، عمل تنوع انا سميته تنوع نغمي، وانا حددت للناقد لما يبقى في تنوع نغمي او الاغنيه ملحنه او الكلمه بيتم اعادتها مرات عديدة بألحان أو بتنوع، هذا التنوع اللحني ما بتخرجش عن ثلاث حاجات. عبد الوهاب بنا الشاعر ما قالوش قرر الكلمة دي خمس ست مرات، ده عبد الوهاب هو اللي فكر وقال إن هو عايز يعملها كده.
انا كناقد حاولت ان انا اصل طبيعة وابعمل كده، وجدت ان ممكن يبقى في ثلاث احتمالات مش هيخرج عن الثلاث الاحتمالات. في الغناء القديم في موشحات الادوار كان بيتم اعاده الكلمه عشان التطريق واظهار امكانيات المطرب، زي مثلا نسمع مثلا اسباب ضنايا 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 العين، هو الغرض هنا التطريب واظهار امكانياته، يبقى ممكن يبقى ده غرض اول تلفزيوني، ممكن علشان يثبت معنى معين او علشان يؤكد معنى معين، زي مثلا اما يقول مثلا عبد الحليم بادي بادي بادي، هو عايز يؤكد ان بعد ايه فيها ندم وفيها حزن، هو اللي راح عايز كده. او ممكن علشان يقفل قفله تامه، علشان يبدا يا اما لازمه موسيقيه جديده، يا اما علشان يبدا كوبليه جديد زي عبد الوهاب كده. اما في الاخر بقول والله ما نساني اللي سالتون، لو تعرفوا حالي كنت تيوسون، والله ما نساني ما ينفعش، والله ما نساني ما ينفعش برضه، والله ما نساني قفل قفله تامه عشان يبقى هنا عشان يقفل قفله تامه يريح ليه او يسلم ليه لازمه موسيقيه جديده او كوبليه جديد. فحددت للناقد لما يستمع للاغنيه ويلاقي فيه تكرار لكلمه بتنوع نغمي يبقى فيه ثلاث حاجات ممكن الملحن يكون قصده. هو طبعا انا بضع القواعد وللناقد هو الرؤيه وهو اللي يقدر يستطيع يحدد ده للتاكيد للتطريب ولا من اجل القفله التامه ولا علشان يؤكد معنى معين. فدي يعني من ضمن الحاجات اللي انا كتبتها في الطريق يعني. ندخل بقى على الكوبيه الاولاني. يبقى المذهب عندنا بيكون جيم واحد كوبيه. الكوبيه الاولاني بيقول اضحك واسمعكم وانتوا قصاد عيني، ولما ودعكم ناري تبكيني. دي جيم تلاتة. طيب ومهما تقلي عمري ما هتجلي. جيم أربعة بناء. الجمل اللي احنا غنى ايه؟ لو تعرفوا حالي كنتوا تواسوني. جيم خمسة. وفي الآخر هيقول والله ما نساني والله ما نساني والله والله ما نساني والله. دي جيم اتنين اللي فوق. طيب يبقى هنا الكوبيه الاولاني عندنا جيم ثلاثة وجيم أربعة وجيم خمسة وجيم اتنين. الكوبيه التاني خايف أقول حبيت لا تشوف دلالك تارك نارك 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 من عزتي داريت عمري ما أقولها لكم. ويرجع تاني ده جيم ستة ويجي يعمل ايه؟ ومهما طال بعدي يكفى الأمل عندي. جيم سبعة ويرجع لجيم خمسة اللي هي في الكوبيه الأولاني. لو تعرفوا حالي كنت تواسون. لجيم خمسة ويرجع تاني لجيم اتنين. والله ما نساني والله ما نساني والله والله ما نساني والله. برضه جيم تلاتة الكوبيه التالت عمل برضه بنيان بهذا الشكل. اللي هو دار الشجن يا عين يا عين يا عين ترارارارا والسود والغيرة ترارارا عز الهوى يا عين يا عين يا عين ترارارا في الشك والحيرة. هما جملتين شطرتين هو نفس اللحن يعني دار الشجن يا عين والسود والغيرة هي نفس اللحن عز الهوى يعني عمل تناسب وده اللي انا عامله جوه في التحليل يعني لما نرسمها دلوقتي هيبان كل ده. دي جيم تمام. لو تعرفوا اللي هي جيم خمسة حالي ويرجع يختم والله ما نسالك. جيم اتنين بقى عندي دلوقتي حولت الكلمات واللحن الى جمل لحنيه غنائيه دي اللي سميتها البنيان بناء. عبد الوهاب عمال يبني ابنية مختلفه رحت مجمعها كلها في جدول قلت الميم دي اللي هي موجوده
يعني المذهب والكف واحد اللي هي القبيل الاولاني، وقلت ان والله ما نسال دي هي دي واحد جنس بياتي، وبعدين والله وبعدين مقام بياتي، وعملت المقامات. يعني انا هنا برضو دخلت في حته المقامات. نيجي نرسم بقى الطقطوقه زي ما هي ما اعتدنا ان احنا نعرفها، مذهب قبلي مذهب قبلي. المذهب بقى عندنا جيم واحد زائد جيم اتنين، والقبليل الاولاني بقى جيم ثلاثة وجيم اربعة وجيم خمسة وجيم اتنين. ده نفس البنيات اللي انا عملتها، انا فرقتها بس ورا بعضها، شلت الكلمات وفرقتها ورا بعضها. بقى عندي معادلة رياضية، هذه المعادلة الرياضية بقى عندنا جملة لحنية غنائية متكررة في كل الطقطوقة المذهب وكل القبلهات، وعندنا جملة لحنية الخمسة دي متكررة في القبلهات كلها ما عدا المذهب بس. رحت راسمها في الرسم بتاع الاولاني خالص اللي هو المذهب، قلت المذهب هو جيم واحد وبيروح لجيم اتنين، كوبليه واحد فيه جيم اربعه وجيم خمسه وبيروح لجيم اتنين في النهايه، وجيم المذهب تاني بيرجع، وبعدين كوبليه تاني عباره عن جيم سته جيم سبعه جيم خمسه، وبعدين يرجع للكوبليه الثانيه، وبعدين راح للكوبليه الثالث عبد الوهاب وعمل بهذا الشكل. طب ايه الاستفاده من الشكل في النهايه؟ هنا بيبين مدى التناسق بين عناصر العمل الغنائي. يعني دلوقتي عبد الوهاب عمل ثلاث جمل لحنيه غنائيه في الكوبليه الاول، وعمل ثلاث جمل لحنيه في كل الكوبليهات، فاداني شيء حتى في السمع بتعطي شيء من الراحه النفسيه لما بسمع. ممكن احنا ما بنحسش ان احنا بنحس بالاستمتاع، ولكن لم نفسر ما سبب هذا الاستمتاع. سبب هذا الاستمتاع هذا التناسق وهذا البناء اللي عمله مثلا عبد الوهاب. بس عبد الوهاب في هذه الطقطقه لما رسمتها وجدت ان هو عمل مذهب كرره بعد الكوبليه الاولاني ولم يكرره بعد كده، وعمل الكوبليه الثاني ثم الكوبليه الثالث على طول، عمل لازمه موسيقيه. وده قعدت افسره، وحتى الشكل هنا نحس ان في خلل هنا في علامه الاستفهام، نحس ان في خلل هنا في الشكل العام. هو مش خلل يعني شيء مثلا عيب في الطقطقه، ولكن انا كناقد لما رسمت الرسمه حسيت ان في نقص هنا في حاجه، المفروض كان يعيد المذهب هنا في الحته دي. طب هو ما عادش في المذهب، قعدت افسر لقيت ان هو عبد الوهاب لما عمل القبليه الاولاني رجع دائما بيرجع لجزء من المذهب، وهي جيم اتنين اللي هي والله ما نسالي والله ما نسالي، ويختم قفله تمام. وجدت ان في نتيجه مهمه جدا، ان هو اذا لو الملحن اخذ جزء من المذهب يستحسن انه ما يعيدش المذهب كله، هيبقى في تكرار في ملل، لان هيعيد جزء من المذهب وبعدين يعيد المذهب وبعدين يعيد جزء هذا من المذهب وبعدين يطلع القبليه. لو كان كتاب عبد الوهاب بيحدد والله ما نسالي والله ما نسالي والله والله ما نسالي والله، ده جزء من المذهب خلاص بقت هي تقطوقه، علشان ما يحصلش هذا الملل في بدايه التقطوقه. وعلى فكره التقطوقه لما سمعتها تاني ده انا ما توصلتش ليه الا بعد ما رسمت على هذا المنهج وطبقته، يعني انا ما توصلتش ليه من خلال السمع، ما قدرتش اتوصله، انما لما رسمت بل هذا يعني هذه او هذا الجزء يعني داخل التقطوقه. ايه تاني اللي في التقطوقه ممكن من خلال هذا الرسم نكتشفه او نستنتجه؟ بنستنتج هنا مدى ثراء اللحن لدى الملحن، يعني في الجمل، يعني عمل كم جمله لحنيه؟ كرر كم جمله؟ في نفس الوقت الجمله اللحنيه ممكن يكررها ولكن مع اختلاف الكلمات، يعني هو نفس اللحن، وده انا سميته مثلا جيم اتنين، ولكن حطيت لها زي ما هو موجود في الكتاب نجمه، يعني جيم اتنين بنجمه، يعني هي نفس الجمله اللحنيه رقم اتنين اللي فوق بس غير الكلمات، وده هنشوفه برضه في بعض التقطيط. في تقطيط والله ما نسالي طبعا ده الشكل اللي كان ممكن يبقى افضل، يعني وجهه نظر كناقد يعني او من خلال هذا المنهج، اللي هو لو كان عاد جزء من المذهب كان هتبقى مريحه للود، مش هيبقى فيه الملل من تكرار المذهب مرات عديده. طبعا في داخل التحليل في نقطه ثانيه، بروح للبنيات المقاميه بشوف انتقل من مقام كذا لمقام كذا لمقام كذا، وده معمول في رسائل علميه كثيره جدا. وبعدين بشوف البنيه الايقاعيه ايضا، عمل مثلا سنباطي وثم عمل البان، وبعد ذلك مثلا سنباطي مره اخرى، ده برضه كله بيتعمل في الرسائل، ولكن انا ادمجته هنا في المنهج علشان دي نقاط اساسيه لازم تتحط. طب ملخص المنهج ايه؟ علشان ما اطولش، ملخص المنهج البنيوي ان احنا بنحدد البنيات الغنائيه اللي موجوده من خلال
طبعا تحديد البنيه وكيفيه تحديدها موجود في الكتاب بالتفصيل، لان تعريف البنيه بقى اصبح لها تعريف خاص دلوقتي في الموسيقى العربيه، لان المنهج البنيه موجود في الفن التشكيلي وموجود في النقد الادبي. ولكن انا اخذت كل المبادئ وكل الاسس اللي ماشي بها البنيه البنيويه في النقد الادبي والتشكيلي، وعملت مصطلحات موازيه لها تماما. يعني عندهم البنيه كذا، احنا عندنا البنيه الغنائيه كذا، عندهم مثلا خصائص البنيه في الادب في الحركه وفي كذا، انا عندي الانطباع وعندي التعبير وعندي كذا. يعني وضعت نفس التعريفات المرادفات اللي موجوده هناك حطيتها عندنا في الموسيقى. الملخص ان انا في 10 نقاط النقد هيمشي عليهم، اللي هو هيحدد البنيات، هيرسم الهيكل البنائي وهيحلل التحليل المقامي، ثم الدائره يرسم دائره المقامات، وبعدين في علاقه العروض الشعري بالعروض الموسيقي، وفي اسلوب الاداء الغنائي انا كاتبه برضه ازاي احلل اسلوب الاداء الغنائي، والالات المستخدمه. الالات المستخدمه انا وجدت حتى في طقطقه على عودي انا موصحه، المونولوج على عودي انا موصحه، ان الصنباطي ان المونولوج كله بيتكلم عن العود على عودي انا موصحه، وما فيش اله العود ده بيتم استخدامها طول المونولوج. وده من ضمن الحاجات اللي اثرتها حطها في النقد، ان لازم النقد ينظر الى الالات المستخدمه، هل مناسبه وملائمه ولا مش مناسبه. حتى المستشار عطيه شراره الله يرحمه كان هو مشرف مع الدكتور زين الانصار، كان مشرف مشارك، وطلع بقول له ان الموزع ما حطش الف العود خالص، والاغنيه كلها بتتكلم عن العود، وعمل سولو كمان جاب سولو قانون، قال لي انا اللي كنت موزع، اكتشفت ان هو اللي وزعها، وقال لي انا فعلا انا ما لقيتش عازف العود الاستاذ محمود كامل، ما كانش موجود في مصر، وكان لازم اللي يعزف عود معايا في المونولوج ده يقرا نوته، فما لقيتش حد، فعملت الصوره القانون مكانها. يعني انا من خلال تحليلي استنتجت طلع من وراه حكايه حكاها لي المستر عطيه شرار. في نقطة مهمة جدا على النقد الموسيقي ان هو يشوفها، اللي هي البيئة الإبداعية. البيئة الإبداعية يعني ايه البيئة الإبداعية؟ لما نقول عبد الوهاب مثلا في مونولوج أهون عليك عمل لازم تشيله لأول مرة تحصل في الموسيقى، كان سنة 27، لما أشوف البيئة الإبداعية وقتها أقول عبد الوهاب عمل أو أدخل التشيله في الموسيقى العربية، لما أشوف تاريخ المونولوج وأشوف البيئة الإبداعية وقتها الآلات اللي كانت مستخدمة ايه، هعرف قيمة عبد الوهاب ان هو أدخل التشيله في هذا المونولوج، وده كان عمل عظيم وقتها، إنما لو عمله في الخمسينات عادي. فعلى النقد الموسيقي ان هو ينظر للعوامل الزمنية والمكانية والبيئة الإبداعية اللي نشأت فيها أو ظهرت فيها هذه الأغنية. لقيت بقى لما حللت حوالي 40 أغنية. العرض الوافي للكتاب، ونتمنى إن الكتاب، وطبعا بنشكركم على حسن استماعكم الحقيقة جدا. نتمنى إن شاء الله إحنا هنقطع التورتاية دلوقتي بتاعت الكتاب. نقطع بس عايزين بس مداخلات. طيب حاضر. كلمة تحية بس. الدكتور زين ويهمني طبعا استاذي على فكره. نتمنى ان الكتاب يكون كمان للمتذوق والكتاب مش للمتخصص على فكره، احنا سلسله عالم الموسيقى بتهدف ل يعني اتساع رقعه المتذوقين الموسيقيين، مش بنوجهها للمتخصص، هي بتخاطب المتخصص لكن كمرحله ثانيه. يعني احنا محتاجين ان احنا نزود الكتب الموسيقيه، لان المكتبه الموسيقيه عندنا الحقيقه بنفتقد جدا الكتب اللي باللغه العربيه. اثناء دراستنا ما كانش عندنا كتب وافيه خالص، فالهدف من السلسله ان شاء الله يكون في يعني اعمال من الاساتذه المتخصصين او حتى غير المتخصصين، ولكن معموله بشكل اكاديمي او بشكل متخصص يخاطب العامه علشان خاطر نعمل ثقافه موسيقيه حقيقيه ثم المتخصصين. فتفضلوا حضراتكم لو في اي حد عنده اسئله اتفضل. استاذنا الدكتور مسعد. نقطه تحيه بس باسم لجنه ثقافه الشباب، وبشكر الدكتوره رانيا على اولا موضوع يعني الندوات، هي صاحبه الاقتراح، مش عارف اخواتنا في لجنه ثقافه الشباب موجودين. باشمهندس احمد بقى الدين شعبان مقرر اللجنه، طبعا بنرحب بحضرتك. ويعني انا فخور ان انا انا بس بستاذن، انا ارجو ان اكون متزوج، والتزوج ده من المدرسه الابتدائيه، من مدرس الموسيقى، من الاستاذ عبد الحميد توفيق زكي الله يرحمه، لما كنا في عيد العلم بارك العيد وقم حي العلم واحمل الشعلة واصعد القمم قد يكون الروح من سن القلم الى اخره. وكنا يعني فخر لان انا اشتغلت معاه، كنت في الطلائع وجبنا يدرس موسيقى للطلائع الاطفال، وانا مجرد يعني مجتهد.
لو سمحتي عندي شويه حاجات كده. لماذا سيد درويش ما زال موجودا حتى الان؟ مظبوط جميعا من فيه الموجود لان اعماله لا قيمه الفنيه والتقنيه. الراجل ده من عظماء مصر. نعم طيب انا بقى غني سيد درويش. وقف يا ابو اربط عندك ما في محمد عبد الله. لا مش محمد عبد الله بلا امريكا بلا اوروبا. ده انا بحسبك تقول يا ابو هول. انا ابو هول ده ابو هاب انما ده سيد. معلش انا اسف جدا جدا. انا بحييك اولا لان انت شخصيه جميله دكتور رندوش. الحاجه الثانيه في دكتور اسمه خير الورد منذ عده سنوات قال لنا في حاجه اسمها الموسيقى الفرعونيه. مظبوط. وقعد هل سيادتك توافق على ان احنا ممكن نوصل للموسيقى الفرعونيه؟ يعني من خلال اللي هو الرسوم ولا كل احد الذي حظ كده والله حظ ده يكون يعني مش وحش قوي. الحاجه الثانيه ده احنا عملنا كده نبدا على المرض بس ما بقتش يعني الفيلم ده فارد ماشي. وانا اصلا الدكتور احمد خليفه استاذ دكتور في الموسيقى تعبان شويه والله لان هو ومع ذلك انا عايز راي المستثمرين العظماء اللي في هذا الموضوع. انا الحاجه الثانيه دلوقتي من الذي يؤرخ للموسيقى في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ مصر؟ لو تذكر سيادتك قاعدين نسمع النهارده الأغاني بتاعت أم كلثوم بتاعت محمد عبد الوهاب عبد الحليم حافظ شادية في أيام حرب أكتوبر والأيام. إحنا النهارده في ظروف هل الموسيقيين العظماء الموجودين حاليا بيقربوا يعني سيد درويش ده كان يوم بيوم يعني مثلا أنا مش عارف الأخ ده وقفه عنده كام سنة يا أستاذ الكريم؟ 35 عمر الفني ربنا ما زال سيد درويش موجود حتى ومع ذلك هل عندي امل نعم ان في النهارده جيل الموسيقيين العظماء هل بيرسموا او بيفكروا او بيأرخوا موسيقيا طبعا للمرحله الحاليه؟ هل انا شفت يعني هل سيادتك موافق شوف يعني ممكن تقول لي نموذج واحد باللي حصل خلال المرحله الماضيه من تعبير موسيقى عن الواقع اللي احنا فيه ولا ده هينظر للقرن القادم؟ هو حضرتك دائما الغناء هو نبض لما يحدث في المجتمع. هل في نبض دلوقتي موجود؟ لا احنا الحياه دلوقتي طبعا النقد النقد موجود بس التاريخ زي ما حضرتك بتقول يعني احنا بنعدل من الدكتور اشرف يعني التاريخ بالشكل ده لا طبعا ده مش موجود لان احنا ما عندناش نفس القيم الفنيه اللي موجوده اللي كانت موجوده. انا بكل صراحه انا حزين لحاجه الماضي كان عظيم الواقع مر المستقبل غير مصر. لا ان شاء الله افضل يعني نتمنى انه يكون افضل. هذا امر هذا مطلوب من افضل استاذ سيادتك معلش اخر حاجه كلمه احنا بنشكرك لانك انت قررت لان عشان نفهم نفهم الواقع الراضي والمستقبل هيكون افضل بفضل حضراتكم جميعا. الحاجه الاخيره بقى لو سمحت لي فيما يتعلق بقضيه يعني سيد درويش والجيل محمد عبد الوهاب وما تلام الناس يعني فهل يا ترى الناس دي يعني تم التاريخ لها بشكل يعني عادل؟ الحاجه الاخيره هقول لحضرتك عنوان المقال كتاب نقد الموسيقى العربيه. مظبوط. هل تقصد الدول العربيه كلها ولا مصر بس؟ الغناء العربي اللي هو مين؟ هل في حاجه الاغنيه الكويتيه والاغنيه السعوديه والاغنيه ما كله من ده؟ انا مش متحيز ولا منخلق بس هل الموسيقى المصرية قد يكون هذا دي الموسيقى المصرية. الموسيقى العربية تقريبا الموسيقى المصرية هي